معنا الشواطئ التونسية اللي تسجل تدريجيا باش تسجل تدريجيا عودة لمياه البحر لمستوياتها الطبيعية. باش نرجعوا مع على الظاهرة هذه بأكثر تفاصيل نفهموا نرجعوا على عملية التراجع، هل تعتبر معناتها ظاهرة طبيعية عادية؟ التخوفات علاش كان فما مجموعة من التخوفات، هل تعتبر هذه تخوفات مشروعة وإلا لا؟ فما شكون ربطها بالهزات الأرضية؟ معناها برشا فرضيات طرحت باش يفسرهم لنا سي مهدي بالحاج مدير بوكالة حماية الشريط الساحلي. أهلا وسهلا وصباح النور يا سي مهدي. سي مهدي سي مهدي باه سي مهدي مازال ماهوش معانا. نعاودوا نذكروا اللي موضوعنا لليوم الشواطئ التونسية اللي سجلت تدريجيا كما قلنا عودة لمياه البحر لمستوياتها الطبيعية. معناها تحديدا بداية من وقتاش باش نقولوا انه رجعت الى مستوى الطبيعي، وشنو معناتها مستوى طبيعي وشنو معناها تراجع للشواطئ التونسية؟ كما قلت التخوفات هذه معناتها هل تعتبر اللي كانت من تراجع للشواطئ التونسية، هل تعتبر التخوفات مشروعة من عند عدد من المواطنين وإلا لا؟ شنو الحلول الظاهرة معناتها كيفاش نفسروها طبيعيا؟ وكما قلت فما برشا اللي ربطوها بالهزات الأرضية، معناها بصفة عامة الظاهرة كيفاش ممكن تفسيرها مع مهدي بالحاج مدير بوكالة حماية الشريط الساحلي. أهلا وسهلا وصباح النور. صباح النور مدام، وصباح النور لجميع مستمعين اكسبريس اف. مشكور جدا سي مهدي. كما كنت نقول مع الظاهره هذه الشواطئ التونسيه اللي باش ترجع تدريجيا لمياه البحر لمستوياتها الطبيعيه، بدايه من وقتاش كان نجمو نحدد التاريخ رجعت كما قلت انه التراجع؟ هل انه تعتبر ظاهره طبيعيه؟ معناها ما فهمش علاش نوعا ما التخوف اللي صار في فتره معينه من انه تراجعت المياه البحر، فمش كنا ربطها بهزات ارضيه نوعا ما؟ معناتها برشا فرضيات طرحت فيما يتعلق بتقدم والا تاخر البحر، كان نرجعوا بالتفاصيل على ظهر هذي. شكرا مدام. هو في الحقيقه في اطار متابعه التغيرات المناخيه وشنو وقعت معناها التاثيرات بتاعها بصفه عامه على البحر وعلى مستوى ارتفاع مستوى البحر بصفه خاصه، احنا نلاحظوا انه صار انخفاض كبير الحقيقه اللي كان واضح للعموم، وهذا كان ناتج على ضغط جوي مرتفع اللي نشوفوه طبعا معناها المشاهدين كل شوفوه في النشره الجويه معناها عاده. الحقيقه في شهر فيفري من كل سنه يصير شويه انخفاض في مستوى معناها مستوى البحر خاطر حراره المياه تقل، دونك الفوليوم تاعو ينقص، دونك نشوفوا انخفاض اما مش بالطريقه هذه. معناها العنصر اللي صار جديد اي هو كيما شفنا في الصيف مثلا تجي دي كانيكول معناها مده بتاعها حراره غير طبيعيه، السنه جينا في شهر فيفري تزامنا مع الزلازل وغيره، معناها هي كوانسيدونس صارت الحقيقه ما عندهاش علاقه هذا لازم نفسروه خاطر فما شكون يربطها بالهزات الارضيه معناها اللي صار. أي ما عندهاش علاقة بالطبيعه بالضبط تخوفات. اما احنا بوسكو عندنا معناها الات القيس معناها ونتبعوا الامور هذه بصفه علميه، دونك نعرفوا شنو اللي صار بالضبط. دونك زياده على الانخفاض اللي يصير في شهر فيفري عاده في اخر شهر فيفري صار السنه مرتفع غير طبيعي للضغط الجوي على البحر الابيض المتوسط. دونك وشفنا معناها تقلص ارتفاع معناها في ارتفاع مستوى البحر في تقريب جميع دول المتوسط، مش في بلاصه مش في اثنين. معناها بطريقه ماهيش كما كانت تصير كل عام، اثناء التراجع كان اكثر من اللازم وملحوظ. هو الحقيقه التراجع اللي يصير في شهر فيفري بمعدل 10 سنتيمتر. باهي. في العادي معناها 10 سنتيمتر. في العادي. كل عام تقريبا. القياسات اللي عندنا كل عام نشوفوا التراجع ذاك شهر فيفري 10 سنتيمتر. اللي لاحظناه السنة في 2023 التراجع كان 30 سنتيمتر. 30 معناها سنتيمتر. زيادة 20 سنتيمتر أخرين، معناها نقولوا احنا التراجع كان بدرجة 200% زايد. 200% تراجع زايدة، هذا اللي يخلي أنه هذا ظاهر للعيان، معناتها هذا اللي يفسر تخوف المواطنين اللي صارت في الفترة الفارطة. بالطبيعة، دونك المواطنين من حقهم يشكوا ويخافوا، وهذا معناها احنا اون لي غاسيغ معناها نطمئنوهم راهو حاجه معناها مرتبطه بالتغيرات المناخيه فقط. طبعا مع معناها ذوبان كتل الجليد في القطب الشمالي والجنوبي نورمالمون معناها ننتظروا العكس ارتفاع مستوى البحر، اما احنا شفنا العكس شفنا تقلص.
دونك علميا نفسروه فما ضغط كبير، ضغط جوي كبير، واذا الضغط الجوي هذا هو مشى للشرق، اذا الضغط الجوي هذا يتعاود مره اخرى راهو باش نعاودوا نشوفوا تقلص مره اخرى في ارتفاع مستوى البحر، نشوفوه ينخفض مره اخرى. باهي خليني نتبعك سي مهدي، معناها فرضيه انه البحر يعاود يرجع يتراجع وارده. وارده 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 اذا كان فما مرتفع للضغط الجوي وارد باش يعاود ينخفض، اذا صار العكس منخفض للضغط الجوي راهو مستوى البحر ينجم يرتفع ونشوفوا عواصف كما شفناها في شهر نوفمبر وجانفي. باهي معناتها يا اما ينخفض اذا كان صار التغيرات والا يرتفع مما ينجر عنه عواصف، هكا تقول لنا؟ بالضبط، دونك احنا معناها نبداو نتفرجوا في النشره الجويه في الليل، تبعوا في النشره الجويه. صحيح الناس الكل تبع المطر والحراره والريح، ولكني فما عنصر مهم ديما يحكيوا عليه في النشره الجويه هي الضغط الجوي. باهي وراه لازمنا نفهموا اللي ارتفاع مستوى البحر والا العواصف البحريه ولا غيره مرتبط اساسا بالضغط الجوي، هو اللي يتحكم في كل شيء. الضغط الجوي هذيك معناها البريسيون اتموسفيريك، احنا نقراوها في الفيزيك كنا معهد ثانويه. البريسيون اتموسفيريك اللي يتحكم في كل شيء، اذا كان ثم ضغط جوي مرتفع دونك الطقس ساهي وباهي ونجم نشوفوا حتى تراجع مستوى البحر، اذا ثم منخفض معناها هذا يخلي العواصف تعمل تحب. عواصف البحرية بتبيع. هي العواصف البحرية وذلك على وهذه معناها تنبيه على الملاحة البحرية وعلى الصيد البحري وذوي نبو لام. صحيح صحيح، نلقاو في نشرات كما قلت أنت المعهد الوطني للرصد الجوي فما ساعات معناتها نشرات خاصة بالملاحة والصيد البحري. بالضبط، وإحنا راهو الحقيقة معناها كنا عارفين الشيء هذا باش يصير، إحنا نجمو معناها نتوقعوه الشيء هذا بالنمذجة الرقمية اللي عندنا معناها والموديل اللي عندنا في تونس، راهو نتوقعوا حتى قبل 10 أيام باش يصير. دونك في بالنا فيه المنخفض جاي من الغرب وباش يستانستالي معناها على البحر الأبيض المتوسط وباش يصير هكا، معناها نعرفوه الشيء هذا ونتبعوا فيه بدقة معناها. عندنا ما شاء الله آلات القيس في الموانئ التونسية باش نقيسوا هذا الكل ونتبعوه. سي مهدي تقول لنا عندنا من التكنولوجيا ما يخلينا أن نتبعوه ونتعرفوا عليه به. باهي كان نحكيو معناتها بالمده الزمنيه او بالاشهر، وقتاش تقريبا ممكن تصير؟ يا اما معناتها الفرضيه كي نطرحوها حتى بالتوقيت وبالشهر وبالموعد معناها في حد ذاته، وقتاش ممكن نشهدوا اذا صارت بالطبيعه، اذا صار التغير المناخي والضغط الجوي اللي كنت تحكي لنا عليه، يا اما قلت لنا باش يصير انخفاض والا باش يصير ارتفاع اكثر من اللازم في البحر، هذايا يكون في الفترة بين شنو وشنو نحكيو على الأشهر معناه؟ احنا توا شوف احنا توا نجمو نعرفوا تقريبا على 10 أيام ونتوايتر بريسي، فهمت؟ على 10 أيام معناها نجمو نتوقعوا بالكدا، إذا باش نقولوا أكثر من 10 أيام راهو صعيب، التوقعات نجم تتغير. باهي. خاطر مرتبطة بالتغيرات المناخية، وإذا كان عندك تصادم تاع كتل هواء باردة معناها وسخونة فوق أوروبا ولا لا، معناها فما حوايج أخرى نقعدوا نتبعوا ونترقب واش مش يصير، فهمتني؟ ونحينوا معناها النمذجه الرقميه بتاعنا باش نشوفوا التوقعات في تونس وشنو باش يصير، كيما نجموا نعرفوا مثلا سيكلون باش يتعدى ولا مطر كبير ولا حاجه نجموا نتوقعوا، اما كلها توقعات. توقعات اي باهي، من هنا ل 10 ايام شنو عندنا توقعات؟ لا لاباس لاباس، امور باهيه وصفا. حتى ال 10 ايام تقريب باهي معناها فهمني، الا اذا كان جات كتله هواء بارده حاجه كيما هكا فهمني، والاخوه معناها في المعهد التونسي للرصد الجوي في متابعه ويتبعوا يتبعوا بدقه معناها ما عندناش مشكله. ما عندناش مشكله، دونك من هنا ل 10 ايام ما عندها ظروف تكون مناخيه طبيعيه ما تنجمش تخلق الظاهره الطبيعيه المرتبطه بالشواطئ، اما تراجع او معناها ارتفاع، وديما ناكد وفق سي مهدي يقول لنا راهو التراجع والارتفاع هو عاده ما تكون ظواهر طبيعيه، لكن السنة ملحوظه اكثر من لازم، نحكيو على معناها تراجع ب 200% من 10 سنتيمتر 30 سنتيمتر، يقول لنا ساعات تصير العكس معناتها انه تصير هالتقدم الملحوظ اللي يمكن يؤدي الى عواصف بحريه. نحكيو على العوده التدريجيه توا عموما بالتاريخ، وقتاش نشوفوا عوده تدريجيه للمستويات نتاع البحر؟ هو في الحقيقة تو كان سبت وتلقاوه رجع معناها تدريجيا، رجع المستوى العادي البحر معناها رجع معناها ما عندناش إشكال، أما تدريجيا رجع فهمتني. جوست الظواهر هذه راهي مرتبطة بالتغيرات المناخية الاستثنائية، معناها تجيك كما نقولوا أسبوع حار جدا، فهمتني؟
خاطر فما ثقب في طبقة الأوزون مثلا. تجيك فيضانات كيما فيضانات نابل عام 2018. راهو لازمنا نفهموا اللي فما حوايج معناها استثنائية تجي. ايه. وراهي تجي كيما نقولوا كل 100 عام ولا 50 عام مش ديما. اما راهي تصير وتنجم تصير. بالتغيرات المناخية. الدورة بتاع الأمور الاستثنائية هذه ولات تتكرر أكثر من اللازم. وهذاك علاش وزارة البيئة وبالخصوص في كالة حماية الشريط الساحلي اللي تحت إشراف وزارة البيئة قمنا معناها تركيز شبكة قيس ومتابعة للتغيرات المناخية في البحر. خاطر احنا عارفين ولات فما تغيرات أكثر من العادة وقاعدين نتبعوا فيها بدقة. فهمني؟ وممكن معناها في السنوات القادمة باش نحكموا سيرتو على معناها التأثيرات تاع ارتفاع مستوى البحر أكثر من الانخفاض. احنا الانخفاض راهو يساعدنا. نقص علينا الانجراف والمشاكل. ارتفاع مستوى البحر هو اللي باش يغم معناها كيما نقولوا الاراضي. كيما الاراضي المنخفضه خاصه كيما قرقنا وغيره وجربه. واحنا الشيء هذا قاعدين له حساب وقاعدين توا نقوموا بهندسه الحلول اللي باش نحميوا ارواحنا من الارتفاع تاع مستوى البحر، وخاصه كيما تشوف الحلول مثلا في هولندا معناها اللي هي كلها اراضيها منخفضه ومستانسين يتعاملوا مع العوامل هذه. اي وتونس سي مهدي معناها اذا يصير الفرضيه هذه نتاع ارتفاع اكثر من لازم للبحر وعواصف بحريه، احنا متهيئين لمثل الظواهر هذه؟ احنا قاعدين نهيئوا في رواحنا. شنو معناها قاعدين نهيئوا؟ كيفاه؟ قاعدين نقوموا بالدراسات اللازمه. اي باش نصموا ونعملوا تصميم هندسي للحلول الضروريه للمناطق المنخفضه خاصه او المناطق المرتفعه. ما فماش مشكل. هو شنو هو الارتفاع تاع مستوى البحر؟ باش يكون 50 ما بين 50 سنتيمتر و1 متر على 100 سنه. هذه السيناريوهات العالميه. احنا اذا كان باش نكونوا معناها باش نتعرضوا للشيء هذا، فما مناطق منخفضه كيما قلعه اندلس صغار الملح هذا كل فردوا بالنا عليه. لازمنا نقوموا معناها بتركيز حواجز للشيء هذا، والا باش نعليوا في الاراضي المنخفضه ما كانش توليوا سبخ كلهم. الشيء هذا ما يساعدناش حتى على ملوحة الموائد المائية بتاعنا. سي مهدي الكل يسمع فينا يقول لك باش يتم تركيز حواجز، معناتها نتصور تاخذ مدة زمنية نوعا ما أنه باش يتم تركيز الحواجز، فالتصدي فممكن تصيروا إشكاليات والحواجز مازالوا ما تركزوش. معناها ال 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 الحلول ممكنة عمليا، معناها فماش إشكاليات نتاع وقت نتاع مدة زمنية نتاع وإلا لا؟ والله هو في الحقيقة معناها قينا كل التجاوب من عند يعني المولين خاصة البنك العالمي البنك مونديال. احنا بصدد وزارة البيئة بصدد القيام بدراسة معمقة تخص الانجراف البحري ويعني وارتفاع مستوى البحر على المناطق على السواحل التونسية الكل. توا قاعدين نكملوا فيها. دونك هي اللي باش تبين لنا المناطق أكثر عرضة للفينومان هذوما للتأثيرات هذه، وبعدها قد معناها باش نقوموا بالحلول. وهذه معناها نقولوا احنا استباقيه، فهمتني؟ خاطر مجبور نقول ما نجموش نقعدوا نستناو حتى بالضبط معناها الفينومين يصير دعها تقع وبعد نلوجوا على الحلول. لا بالضبط، احنا في السياسه استباقيه مع التغيرات المناخيه ولازمنا نخدموا هكا. واضح هذا هو المطلوب، السياسة الاستباقية للتغيرات المناخية، خاطر نعرف اللي فما معناها من التكنولوجيا ومن التقنيات اللي تخلي المتابعة معناها نوعا ما هكا متابعة حثيثة، متابعة لصيقة باللي شنو ينجم يصير من تغيرات مناخية. لكن ديما ديما عنصر المفاجأة يبدأ مرتبط بالتغيرات المناخية، لذلك السياسات الاستباقية تنجم كما قلت أنت المناطق المنخفضة معناتها نجم تحميها نوعا ما. بالضبط بالضبط، هذا هو معناها. واحنا في تونس ديما نخدموا بالاستباق، وان شاء الله معناها اسرع معناها في اقرب فرصه نجموا نقدموا معناها شنو البرنامج بتاعنا في القطاع هذا وكيفاش العمليه الاستباقيه باش تصير. على خاطر زاده ما ننساوش كل ما تخليها تستفحل المساله هذه كل ما بعد التكاليف تاع الحلول باش تكلف لنا اكثر. بالضبط، وهذا شيء ما يساعدنيش. اي حتى من ناحيه التكاليف. صحيح سي مهدي. اي طبعا طبعا، من ناحيه التكاليف التدخلات الاوليه الاستعجاليه تكون مهمه باش نقصوا على روحنا التكاليف برلاش. نقصوا التداعيات الماديه، التداعيات البشريه، التداعيات اللوجستيه، كل التداعيات معناتها السياسات الاستباقيه. خاصه معناها التداعيات البيئيه اللي بعد ما عادش نجموا نسترجعها. التنوع البيولوجي وغيره. بالضبط.
اللي هي معناها مخاطر بيئية تداعيتها أصلا معناها تنجم تكون كما قلت أنت اقتصادية في حد ذاتها وطويلة المدى. وذاك علاش كما تعرف وزارة البيئة منكبة على المواضيع هذه بدقة، خاطر كما شفنا معناها في الكوب في الفات الأخيرة في مصر شرم الشيخ، المواضيع هذه خذات أهمية كبرى في العالم الكل، مش كان تونس معرضة للشيء هذا. واضح سي مهدي، مشكور جدا سي مهدي بالحاج مدير بوكالة حماية الشريط الساحلي على كل هذه التوضيحات، قدمنا توضيحات مهمة جدا، نحكيو على الشواطئ التونسية اللي بدأت ترجع تدريجيا للمستوى الطبيعي، التوقعات من توا حتى العشر أيام الطقس معقول ما فماش تغيرات مناخية، لكن إذا تصير يقول لنا كتلة هوائية أخرى ممكن تصير تغيرات، إما بتراجع الشواطئ، راه كي نحكيو تراجع شواطئ برشا ناس يفهموا معناها في الطابع المناخي يقول لك راهي تصير بصفة عادية، ماذا ذي تراجع وتقدم يصير عادي، لكن لا السنة هو في العادي 10 سنتيمتر يقول لنا السنة 30 سنتيمتر بما معناه 200% تراجع، يمكن يقول انه التراجع ما يخوفنيش بقدر ما يخوف الارتفاع نتاع مياه البحر خاصة على المناطق المنخفضة اللي زادت نجم تنجر عليها عواصف بحرية، ونذكروا اللي برشا معهد وطني الرصد الجوي يخصص حتى نشرات تحذيرية للملاحة والصيد البحري، يقول فما خدمة، الخدمة راهي تجي بالسياسات الاستباقية لما يمكن ان يطرأ من تغيرات مناخية. مشكور جدا مرة أخرى سي مهدي بالحاج كانت ذي الرادار لليوم، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نصف النهار، من بعد شويه كلام مسؤول.